مديرية التجارة لولاية سطيف نظمت 6 معارض على مستوى الولاية، عندنا العلمة، عين ولمان، عين أزال، بوقاعة، موكلان وسطيف، بالتنسيق مع غرفة التجارة، بالإضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين يساهموا في الدخول المدرسي 2023-2024. هو في الاجتماع التنسيقي مع المتعاملين الاقتصاديين وعدونا باش يقوموا بتوفير جميع مستلزمات الدراسة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المعقولة اللي تكون في متناول الجميع، يعني من الإنسان الغني يشري والإنسان الفقير يشري، الناس كلها فرحانة وسعيدة بهذا المعرض على مستوى حديقة التسلية. كذلك وفرنا هذا الصف هذا للحرفيين للبيع المآزر لأننا نعرفهم، وما كانوا كذلك فرحانين لأننا وفرنا لهم فرصة لتسويق منتجاتهم على مستوى هذا المعرض وبالأسعار المعقولة جدا، يعني في متناول جميع المواطنين. بالإضافة إلى ذلك توفير نقطة بيع الكتاب المدرسي بالتنسيق مع الديوان الوطني اللي راهي متواجدة هنايا في الحديقة التسلية، بالإضافة إلى تواجد جمعية خيرية لتبادل الكتب على مستوى قاعة المعارض. يعني مرحبا بكم في هذا المعرض، كل شيء متوفر، أي حاجة يعني يتصلوا بنا رانا متواجدين على مستوى قاعة المعارض. أبينا أن نسخر هذه القاعة حتى نتكافلوا جميعا من أجل المواطن وخدمة المواطن. فيما يخص القاعة راهي تفتح من 9:30 صباحا إلى غاية 8:30 أو 9 مساء، ما عدا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله. فيما يخص الأسعار فهي في متناول الجميع، المواطن عنده لشواء في اللاكاليتي وفي الثمن، وإن شاء الله يكون عندنا إقبال كبير بالنسبة للمواطنين تاع سكان سطيف، ومرحبا بهم في أي وقت. جيت من بني ورتيلان، جيت للمعرض هنا في حديقة التسلية في سطيف، جيت نشوف حوايج تاع دراري تاع المدرسة، عندي 2 دراري جيت نشري لهم الدوزان، ولقيت هنايا دوزان ما شاء الله كاين انواع بزاف، واحد يقدر يخيار واش يحب، وكاين بزاف الشواء، والثمن ثاني والبري تاعو ما شاء الله بارابور البلايص الاخرين اللي بعد على الولايه لا هكذا، لقينا الاخر البري مليح. وانا ماذا بيا هذه المبادره تعم كاع في البلديه تاع الولايه وكاع في الوطن، واحد زوالي ان شاء الله يلقى راحته هنايا باش يشري له ولادو، وهذو اصحاب المبادره تاع هذا الاخر المعرض نشكرهم، نقول لهم شكرا جزيلا على هذه المبادره على هذو لي بري. الحمد لله جينا لهنا لهذا المعرض تاع الادوات المدرسيه. الحاجه اللي عجبتني فيها انه لي بري ريزونابل مليح، يعني عندك لو شوا تخير من نوعيه الكراريس والاوراق، ها كاين لي شوا في لي بري، يحب يجي لنا خير من المكتبات راه مع اسعار خياليه يطلبوا بلوس على هكذا، يعني هنا خير ما يعطيكش لو شوا تدي ولا ما تديش، يعني تدي هذا ولا ما تديش. ما ازر لهنا يعني شتهم كاين 35000، يعني يقدر انسان يشري اللي عنده 3 ولاد 4 ولاد يقدر يشري، سما كاين عندك الاختيار.
حاب يشري تاع 50 60 100 مهم كاين اختيار تاع كل واحد ومقدوره واش عنده. كنشكروا الناس هذو الكل ونشكروا الناس اللي جاوا لهنا يبيعوا لنا يستقبلوا مليح ما شاء الله. هاني شريت من عنده ما شاء الله. ميم محافظ ثاني كاين البري ريزوناب قايبين ولا قايبين والله مليح مليح الاسعار مليح كلشي ادوات بطاطسيه وانا نشري وانا لقينا كلشي متوفر. وانا جينا اليوم معرض خاصه يعني ما شحنا جينا شفنا اسعار في متناول الجميع كما يقول لك الكاليتي متوفره انواع بزاف ادي السومه اللي تعجبك الحاجه اللي تعجبك كاينه سومه معقوله كاينه سومه رخيصه كاينه سومه انت والمستطاع نتاعك والحمد لله راه ثاني استقبال مليح. الفارق بين المكتبه وهنايا انك هنا كي تجي تحب تدوموندي حاجه تقول له دير لي سنه خمسه ما يديرلكش يدير لك حاجه يقول لك خويا كاينه هذه كاينه هذه نعطيك لي شوا وهذه هاي واش دير واش دير ما يديهالكش ويقول لك هاك وتكل على ربي. الحمد لله السلعه متوفره والاسعار انا تبان لي في متناول الجميع. بارك الله فيكم وان شاء الله يخليكم ربي ديما هكا وتحسوا بالزواوله وتحسوا بالناس اللي ما تقدرش تعطيهم ديما حلول كافيه ان شاء الله. معرض لاباس به حاجه مليحه ادوات موجوده والاسعار في متناول الجميع عندنا خيارات هنا باش تخير واللي الشيء اللي يهمه كل في الاسعار المواطن يهتموا الاسعار كاين كيما تحب اللي عنده يشري حاجه مليحه واللي ما عندوش يشري حاجه. جيت نشري الادوات مدرسيه لقيت كل الانواع نشري اللي حبيت فرحانه توحشت القرايه. احنا جينا لهذا المعرض خاطرش رخيص وفيه كلش تخير النوع اللي حبيت سواء كراريس ادوات مبراويات كاين كل الاشكال وكل الانواع عكس المكتبه بري غاليين تلقى انواع ما كانش بزاف يمد الغالي عنده وما يساعدوكش سما لهنا كلش في متناول الجميع للفقير والغني اللي يحب يشري الغالي وكاين اللي يحب يشري الرخيص كاين كل الانواع كل واحد ومقدور تاعو سما يشري. وانا هاني اليوم جبت اليست هاي جبت اليست تاع كلش واش كاين في لاليست لقيت كلش يعني الزوالي يشري نورمال ويدخل يقرا ان شاء الله نورمال. جيت اليوم للمعرض باش نشري الادوات وانا اللي خير ادوات ولقيتها رخيصة في الثمن خير من المكتبة. أنا نخير أي حاجة تعجبني نخير و... ثاني شوف سمعت سمعت أبسط حاجة بركان مكتوب في يدي قد أحسبني هذا 75 صدق لي في العلمة في العلمة في 80 راهي فوق 95 والله ما تسعى في العلمة. شاركنا بمواد محلية الإنتاج المحلي تاع المصنع تاعنا وزدنا جبنا منتوجات باش نعملوا بها في المعرض ان شاء الله باش ننشطوا المعرض ان شاء الله. شاركنا في هذا المعرض بان ننشطوا هذا المعرض وان الناس يعني الانسان يعني اللي المعوز اللي ما يقدرش يجي للمعرض هذا في اسعار ما شاء الله رانا نخدموا باسعار يعني خفيفه وعندنا اسعار افضل من المكتبات وافضل من هذاك الانسان يجي ويشوف ويقارن بنفسه يعني. عندنا الطابليه كاين اللي جيبنا بريميرمون من عند المنتج بالذات من لي زاتيوني تاع الخياطه عندنا سعر ما شاء الله عندنا مئزر مخدوم من فيني فينيسيون كلش يعني كي تشوف مئزر واقف يعني ما شاء الله والسعر يبدا من 45 دينار 45000 حتى ل 60000 هذا اقصى سعر عندنا. لي بريم حافظ عندنا من 90000 حتى ل 350 350 شاري واللي يدير 600 في المكتبه برا احنا عندنا يدير 350 هنا سولد. مرحبا بخوتنا المواطنين في المعرض هذا اللي باذن الله باذن الله تعالى راه كلش متوفر كراين كل من سيال حتى اكبر حاجه يسحق المواطنه كاينه هنا في المعرض. اتصلوا بنا تاع مديريه التجاره قالوا لنا باش نديروا اون فوار لهنا داخل التسليه قالوا لنا على جال الاسعار وحنا جاتنا على تسمى بالفرح وسرور باش نعاونوا الناس باش نديروا اسعار مليحه. درنا عندنا حوايج متنوعه عندنا الاسعار في الكراس ثاني بسومه مليحه هكذا الغاشي الله يبارك وراهم كل فرحانين مسرورين بهذه الاسعار وحنا وفرنا الكميه والنوعيه والاسعار
في متناول الجميع. المواطن تاعنا راهو عنده الحريه في اختيار اللي يحب، عندنا من السيال من 1000 فرنك حتى 4500، المبرات كيف كيف من 1000 فرنك حتى 15000 20000، تلقاها النوعيه وجد ممتازه، ما عدناش الحوايج يعني تاع باش نخدعوهم والله، وكل نوعيه مليحه والناس كلها فرحانه احنا شوف احنا الحاجه اللي رانا نحوسوا عليها كراو يروح المواطن فرحان وزاهي، اقسم بالله غير الدنيا وما فيها. احنا هذو الحوايج رانا مديرينهم زياده، احنا رانا شركه الله يبارك راهي كبيره، استراتيجيه تاعنا هي احنا نبيعوا بالقرو، احنا هذه تسمى هكذا هدفنا المواطن برك، الهدف تاعنا المواطن البسيط باش يقدر يشري ويقري ولادو، ورانا متعاونين وكل معاه اللي عنده يدي واللي ما عندوش والله غرانا متعاونين، والله غرانا نعاونوا في الناس. شركة تكنو عندها الزبائن تاعها في البرودوي في لا كاليتي، فوالا شاركنا في المعرض هذايا ودرنا تخفيض 12% باش نعاونوا المواطن تاعنا ونرحبوا به ان شاء الله في شركه تكن لي برودوي ان شاء الله واش يحوس كاع يسبوا كاع هنا ان شاء الله باذن الله.